بالعودة إليك أستاذ محمد، الجانب العسكري في هناك تفوق فيه كما أخبر الأستاذ خالد الآن، ولكن إذا ما تحدثنا على الجانب تداعيات هذا الجانب العسكري وهذه العملية، نتحدث عن الجانب الإنساني. عندما تقول صحف غربية اليوم نقلا عن يعني منظمات إغاثية بأن المكان الأسوأ في الذي يحمل الكوارث الأسوأ في العالم الآن، بل ربما واحدة من أسوأ الكوارث في التاريخ، هو السودان. بعد هذه الجملة هناك أسئلة كثيرة تطرح، ولكن أهم، وهل الشعب السوداني قادر على الاستمرار في هذه الحرب مع تحمل كل هذه الأعباء والتبعات؟ بالتأكيد إذا رجعنا لآخر كلمتين، هذه الأعباء وهذه التبعات التي فرضتها هذه الحرب العبثية، الحرب الحوضوية على السودان، الحرب التي يواجه فيها السودان والسودانيين والحكومة السودانية أكثر من 10 دول، بهم دول عظمى ودول جارة ودول خلافه. الشعب السوداني يعاني الأمرين منذ 15 أبريل الفائت. هذه الإغاثات أو هذه المعونات التي يتحدث البعض عن أن الحكومة السودانية تمنع دخول لها، لا أخي الفاضل، صدر بيان رسمي من حكومة السودان عبر رئيس مجلس السيادة السيد الفريق السيد البرهان بأنه يسمح لدخول المعينات والمساعدات عبر المنافذ الغربية لمساعدة المواطنين. الآن هذه الحرب كما تعلم نحن وصلنا إلى العام، هذا العام كان مأساويا بمعنى الكلمة على الشعب السوداني. هذا العام فقد السودانيين كل ما يملكون، لا وجود للصحة، لا وجود للتعليم، لا وجود للأكل، لا وجود للسكن. المرتزقة من قوات الدعم السريع استولوا على منازل المواطنين، المرتزقة اغتصبوا النساء، المرتزقة قتلوا الرجال وأعاصوا فسادا على أسس عرقية وإثنية في ولاية الجزيرة، ولاية الخرطوم، وولاية أرخوم أيضا، ويحاولون الذهاب إلى مناطق أخرى. الملاحظ سيدي الفاضل أنه كلما حدث تقدم للجيش على أرض الواقع عسكريا تصبح الأصوات وتعلو بوجود المفاوضات ووجود الدروس كما يشار بين مزدوجتين بين الطرفين لحل حلقة الأمور للوصول إلى حل. ولكن هذا أعتقد أنه مجرد أجندة لتعطيل تقدم الجيش على أرض الواقع. طيب أختم معك أستاذ محمد، إذا ما كان السودان الآن متمسك ببعض المبادئ في التعامل مع الآخرين، وحدة الجيش السوداني، وحدة الحياة السياسية، لا يمكن أن التحدث مع أي طرف غير مجلس السيادة والجيش السوداني، هم الذين يمثلون الدولة، أن الدعم السريع لا يمكن أن يستمر، يجب إنهاء هذه الحرب بعودة الدولة موحدة، كل هذه المبادئ وهذه الحزمة من المبادئ السودانية التي يتعامل معها بالخارج، هل من الممكن أن يتم التنازل عن أحد هذه القرارات السودانية إذا ما أراد السودان المسير بالقضية إلى الأمام أو لا برأيك وفي إيجاز؟ ليس لدينا ما نخسره أستاذ. الآن بعد هذا العام ليس لدى السودانيين ما يخسرونه، فقط لنا رمضان، فقط لنا يمنى الفاضلة التي خارج إلى هذه اللحظة. حتى ولو تجاوزت الحكومة السودانية ممثلة عبر مجلس القيادي في سيف البرهان لن يرضى السوداني مرة أخرى قوات الدعم السريع ومتفق قوات الدعم السريع مسدة الحكم، لن يرضى الشعب السوداني أن يكون أعضاء الحرية والتغيير هم يشكلون الوزارات يشكلون أعضاء سيادة السودان مرة أخرى. التاريخ لن يتكرر في السودان. إذن لن يتنازل السودان عن أي مبدأ من مبادئه في التعامل السياسي؟ حتى ولو تنازلت الحكومة لن يتنازل الشعب السوداني، المواطن السوداني لن يتنازل عن أي هذه من هذه الشعب.